احلى خروجه نروحها في العيد هي خروجه السينما. بتلاقي كل العائلات رايحه السينما، كل واحد وخطيبته، كل واحد ومراته رايحين السينما ويتبسطوا في العيد. ان شاء الله اجازه سعيده علينا جميعا. هنشوف كده مع حضراتكم قراءه في افلام العيد، ايه اهم الافلام اللي موجوده تناسب اي الاعمار. معانا دلوقتي الناقد الفني محمد نبيل. مساء الخير عليك. مساء النور. كل سنه وانت طيب. طيبه وكل الساده المشاهدين بخير. ازاي شايف موسم عيد الاضحى في الافلام، واحنا يعني عندنا مجموعه كبيره من الافلام؟ اعتقد الموسم ده مختلف خالص عن العيد الصغير، والناس ابتدت تشوف بروموهات الافلام واغاني الافلام وابتدوا يتفاعلوا مع الافلام. خلينا نبتدي مثلا من الفيلم الخاص بالكريمين، كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهم كل واحد فيهم نجم لوحده ويقدر انه يشيل فيلم لوحده. اجتماعهم في فيلم واحد مخلي الناس يعني عايزه تروح الفيلم وعايزه تنزل تشوف الفيلم. انت شايف الفيلم ده ازاي؟ صحيح. فيلم بيت الروبي هو الفيلم الوحيد لغايه دلوقتي في افلام العيد اللي تم طرحه في السينمات بشكل رسمي. انا شفت الفيلم، هعلق عليه سريعا، انما الموسم ده تحديدا لغايه دلوقتي تم حسم اربع افلام هيكونوا موجودين: بيت الروبي، مستر اكس، البعبع، وفيلم تاج لتامر حسني. دول اربع افلام اللي هينافسوا الموسم ده. كلهم افلام ليهم سمات مشتركه ممكن نتكلم فيهم بالتفصيل. بالنسبة لبيت الروبي أنا مبسوط قوي بالثنائي ده، الكريمين، كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. الحقيقة قدموا فيلم إنساني مش بس كوميدي. يمكن ناس كتير كانت متخيلة من البرومو إن الفيلم كوميدي أو عليه صبغة كوميدية كبيرة، إنما الفيلم كمان إنساني بيناقش قضية يعني بتهم أغلب الناس دلوقتي، وهي تحكم السوشيال ميديا في حياتنا وقد ايه بقت موجوده في كل قراراتنا بشكل سلبي او ايجابي. انما التوليفه كمان اللي تم الاستعانه بيها من قبل المخرج بيتر ميمي، في اكتر من ممثل كوميدي يمكن هم كمان بيساعدوا على بيضيفوا طبعا الجانب الكوميدي ده. واعتقد ان هو فيلم عيد بامتياز يعني، انما هو مش فيلم كوميدي. وده يمكن كمان كان حريص على تاكيده كريم عبد العزيز في العرض الخاص. انا متهيألي الفيلم تقريبا عمل ايرادات 2 مليون جنيه في صحيح الفيلم انعش طبعا الشباك، لانه يعني الفيلم في يومه الاول كسر ال 2 مليون جنيه باكتر بكتير جدا. يمكن كل الافلام اللي كانت قبليه قبل ما ينزل الفيلم ده ما كانتش مكمله نص مليون جنيه، فالفيلم زق الايرادات بشكل كبير. وانا متخيل ان الارقام هتكون استثنائيه الموسم ده، لانه زي ما قلت الابطال كلهم او نجوم الافلام كلهم نجوم شباك وعليهم اقبال كبير من المشاهدين. طيب ايه كمان من الثنائيات اللي لفتت نظرك بعد كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز؟ والحقيقه كمان الاغنيه مبهجه جدا، اغنيه هي مع محمود العسيلي. صحيح. وموضوع الاغاني اللي ليها علاقه بالافلام ده بقى بيفرق مع الناس جدا، وبقت يعني سبيل للدعايه انه الناس بتشوف الاغنيه يمكن وما تبقاش عارفه انها اغنيه الفيلم، لكن بترتبط في اذهانهم وتلاقي السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الاغنيه، فبتعمل دعايه قويه للفيلم حتى من قبل ما ينزل. تاكيدا على كلامك انه الاربع افلام كلهم فيهم اغاني. يعني قد ايه الاغنيه بقت فارقه جدا في الفيلم المصري مؤخرا، خصوصا افلام العيد. طبعا نتكلم على افلام تجاريه او جماهيريه بشكل معين ليها صبغه انه الافلام دي لازم تحقق ايرادات بتطرح في الموسم ده بالغرض ده، فهي افلام خاصه جدا. الاربع افلام، فيلم كريم عبد العزيز استعان بنفسه وهو كمان غنى يمكن في الفيلم الأغنية، أمير كرارة بيستعين برضا البحراوي، مستر إكس، أحمد سعد، وأغنية اختياراتي صحيح مدمرة حياتي، المصريين كلهم قالوا له وإحنا كمان يا أستاذ أحمد. صحيح. وكمان تاج تامر حسني طبيعي بيغني في الفيلم أكتر من أغنية، فالأربع أفلام بيأكدوا على إنه الأغنية ضرورية جدا في فيلم العيد. طيب مستر إكس وأول تعاون ما بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، شايف ازاي الفيلم؟ اول تعاون سينمائيا، هم يمكن اشتغلوا مع بعض قبل كده مسلسل، واشتغلوا مسرحيه كمان تم عرضها في الرياض، انما اول تعاون في السينما دي ده كمان خطوه. يمكن احمد كان متخوف يمكن من كلامي معاه في فتره انه تتم، يعني عايز يبقى قد ايه الثنائي ده موجود في حاجه فعلا تستاهل وتستحق. انا شايف الفيلم يمكن من الافلام المنتظره جدا، لانه احمد فهمي عنده شعبيه في السينما بشكل كبير، وكمان خارج من مسلسل خلينا نقول مش من افضل المسلسلات اللي اتشافت في رمضان، فهو عايز يثبت ان هو لسه نجم شباك بصوره كبيره. كمان اكرم حسني موجود في الفيلم ده، وده اكيد الحقيقه ده اكتر فيلم فيه ضيوف شرف كتير من الكوميديا على الفيلم. الفيلم ده فيه رياضيين، فيه فنانين كتير، عمرو يوسف عامل ضيف شرف، ريم مصطفى،
في اكتر من حد، كابتن مجدي عبد الغني يعني الحقيقه في مستعين باصدقائه كلهم استغلهم استغلال كبير، وانا شايف انه حتى البوستر يمكن اكتر بوستر زحمه مليان نجوم، وبيحاول ان هو قد ايه ياكد ان الفيلم هيرضي كل الناس، فاسلوب دعايه طبعا يعني. هل الشكل اللي احنا شايفينه للافلام ده بيبعد فكره النجم الاوحد ونجم الشباك؟ لانه انا شايفه ثنائيات. لا هي لسه موجوده يعني. طبعا الافلام بتبيع باسامي نجومها. الثنائيات مهمه موجوده، يعني بتساهم ان الفيلم يندفع للامام ويحقق رغبات شريحه كبيره من الجمهور، انما لسه الافلام الحقيقه بتتباع خصوصا في التوزيع الخارجي باسامي النجوم، فيعني مش قادرين لسه في الموسم ده على الاقل نقدر نقول كده. طيب من خلال الافلام المطروحه في الموسم، انت قلت فيلم تاج، البعبع، بيت الروبي، مستر اكس، صحيح، شايف اكتر حاجه بتميز موسم عيد الاضحى السنه دي في الافلام السينمائيه؟ انا الحقيقه يعني ضايقني انه الفيلم الموسم ما فيهوش فيلم البطله. يعني موسم عيد الاضحى الماضي 2022 كانت دنيا سمير غانم موجوده، الموسم ده ما فيش نجمه موجوده، ودي حاجه الحقيقه سلبيه جدا، باستثناء كمان ساره وفيق مخرجه فيلم تامر حسني، ما فيش تواجد كبير مهم للعناصر النسائيه على مستوى الصناعه، يعني على مستوى الكرو بنتكلم خلف الكاميرات. انا شايف ان الموسم هيكون الاصعب على امير كراره وياسمين صبري، الاثنين بقى لهم فتره كبيره غايبين عن السينما. امير كراره تقريبا 4 سنين، صحيح، من كازا بلانكا ما عملش فيلم، ياسمين صبري من موسم ناجح جدا مع محمد رمضان ديزل ومع محمد امام كمان، كانت عامله فيلمين في الموسم ده، غابت فتره طويله جدا عن السينما، فانا شايف ان هما الاثنين هيكون عندهم تحدي كبير راجعين من غياب وسط ناس موجوده. ايه المنتظر منهم في الموسم ده؟ المنتظر الايرادات، الايرادات طبعا، يعني عليهم ان هما يحققوا ايرادات، في الاخر الارقام هي اللي هتثبت مش جودة الأفلام إنما بشكل كبير جدا نجاحها وقدرتها على المنافسة يعني. طيب احنا هنكمل كلامنا عن أفلام العيد ونجومنا الموجودين داخل السينمات في أفلام العيد وقراءتنا لكل هذا، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الناقد الفني محمد نبيل، وكل ما يحدث داخل السينمات في العيد وأفلام العيد السنة دي. كل سنة وحضراتكم طيبين.